بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الصيدلاني محمد جواد. إن شاء الله اليوم نكمل الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات فارماسيست جايد. قبل أن نبدأ محور حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نرجع نسوي ريفيو بسيط عن الموضوع اللي تكلمنا فيه في الحلقة السابقة وهي الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية حكينا عن الفارماكوكاينتيك وقلنا هو تأثير البيولوجيكال سيستم على الدواء، وهذا التأثير متمثل بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي الأبزوربشن، والمرحلة الثانية هي الديستريبيوشن، والثالثة هي الميتابوليزم، والمرحلة الأخيرة هي الإكسكريشن. في الحلقة السابقة تكلمنا عن الأبزوربشن وعرفنا ممن يتكون جدار الخلية، وبعد ما عرفنا ممن يتكون جدار الخلية تحدثنا عن الميكانيكيات اللي يدخل بيها الدواء للخلية، وهي أربع ميكانيكيات. الميكانيكية الأولى هي الباسيف ديفيوجن، وأصبحت هاي الصورة هي تغنيني عن كل الكلام اللي ذكرته. والميكانيكية الثانية هي الفاسيليتيتد ديفيوجن، والميكانيكية الثالثة الأكتيف ترانسبورت النقل الفعال، والميكانيكية الأخيرة هي الإندوسايتوسيس الالتهام and الإكزوسايتوسيس. هاي كلها كانت هي المواضيع اللي تكلمنا فيها في الحلقة السابقة. محور حلقتنا اليوم حنتكلم بيه عن الديستريبيوشن والميتابوليزم والإكسكريشن. بس قبل أن نجي نتطرق المواضيع حلقتنا هذا اليوم، أكو تساؤل وردني على الفيسبوك يقول يعني أستاذ محمد، أنت إلى متى تبقى تشرح بالفارماكوكينيتيك؟ وبعد عندك الفارماكوديناميك ما مكملة، إلك نية تبدي بالأدوية تشرحها يعني حتى إذا نظل هيك يعني شوية انه حتى نواكب وياك. حتى نجاوب على هذا التساؤل سويت فد سيناريو بسيط، خلي نجي نسمعه سويا. دكتور محمد عيني، الله يسلم عيني، يعني هاي مو ضيق، انت صار لك هسه حلقتين وهاي الحلقه الثالثه، والله يعلم الحلقه الرابعه همتين اكيد راح تشرح لنا عن الفارماكوكاينتيك والدايناميك، على اعتبار انت لحد الان ما خلصت. ايه مو مليانه هاي الحلقة الثالثة وانت خلصتنا فارماكوديناميك وفارماكوكاينتيك وقال الابزوربشن وحكي الابزوربشن. يا اخي ابلش بالادوية حتى نسوي لك سبسكرايب ونسوي لك لايك ايضا للقناة مال الفيسبوك والقناة ايضا الموجودة على اليوتيوب وانشرها. يعني انت لا تبقى هيجي حتى السبسكرايب راح نشيله. يا معود كل شيء ولا السبسكرايب مالتك ان شاء الله. في الحقيقة المحاضرة الأولى والحلقة الثانية وهاي الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة إن شاء الله حتجينا، كل المواضيع اللي جينا نتطرق لها هي من اساسيات علم الفارما، هذني يعني لازم الصيدلاني يكون ملم بها وما ممكن انه اني انساها. يعني اذا احد سالني على بعض المواضيع اللي تطرقت لها وما عرفت اجاوبها فهاي تعتبر عيبه، فضروري جدا انه اني احاول قدر الامكان افهمها، وهي ان شاء الله حتكون مدخل الى علم الادويه اللي حنتكلم به بالتفاصيل. يعني هي مدخل للادويه اللي حنتطرق لها ان شاء الله في الحلقات القادمه، ومثل ما يقولون العافية درجات step by step. أنا ضروري أفهم الفارماكولوجي، بعدين أفهم الفارماكوكينيتيك، وراء أفهم الفارماكوديناميك، حتى باشر عقبة إذا أي مصطلح يمر علي في المحاضرات القادمة أني فاهمها. فبعد ما جاوبنا على تساؤل زميلنا هسه نرجع نكمل، نرجع نبدي في محور حلقتنا هذا اليوم وهو اللي حيكون بعنوان الديستريبيوشن. Drug distribution أو توزيع الدواء، ماذا يقصد بتوزيع الدواء؟ توزيع الدواء هو انتقال الدواء من الدم أو مجرى الدم الـ bloodstream إلى الـ interstitial fluid. زين خليني نجي نوقف عند كلمة interstitial fluid ونشوف ايش يقصد بها. أنا عندي الـ body fluid يقسم إلى قسمين أساسيين اللي هو الـ extracellular fluid، هذا الاكسترا سيلولار فلويد، والانترا سيلولار فلويد. الانترا سيلولار فلويد هو السائل الموجود داخل الخلايا، داخل الخلايا اسميه انترا سيلولار فلويد. اما الاكسترا سيلولار فلويد فهو السائل الموجود خارج الخلايا، يعني وين اللي داير مدار الخليه اسميه انترستيشال فلويد، واللي موجود بالبلود فيزلز اسميه بلازما فلويد او انترا فازيكولار فلويد. فأني حتى يتحقق عندي شرط الدراج ديستريبيوشن لازم الدواء يكون موجود أو متوزع بين الخلايا، يعني بالإنترستيشال فلويد، وداخل الأنسجة. فهذه العملية أسميها بالديستريبيوشن of the drug. يقول the distribution of a drug
from the plasma to the interstitial depend on cardiac output يقصد بها كفاءة القلب بضخ الدم إلى أنحاء الجسم واللوكال blood flow والكابيلاري بيرميابيليتي اللي هي نفاذية الأوعية الدموية وحنيجي نعرف الفرق بين الجنرال كابيلاري وبين البرين كابيلاري. ليش البرين هو يعتبر هايلي سيلكتيف سيمي بيرميابل من برين؟ ليش هو يخلي الأدوية اللي عندها لايبوفيليك فقط هي اللي تعبر للسي ان اس؟ هذا كله حنيجي نعرفه ان شاء الله في الاستعدادات القادمة. ذا تيشيو فوليوم وذا ديجري اوف بايندينج اوف ذا دراج تو بلازما اند تيشيو بروتين، وهو هذا اهم موضوع ان شاء الله في حلقتنا لليوم حنتكلم به بالتفصيل. اند ريليتيف لايبوفيليسيتي، هاي الكلمة اللايبوفيليسيتي مرت علينا هواية وعرفنا شنو معناها. هسه نجي الى البلد فلو. طبعا بمعنى بلد فلو ما اقصد به سرعة جريان الدم، لا اقصد به المناطق اللي هي تكون كثيفة بالأوعية الدموية، أو المناطق اللي تكون الأوعية الدموية بيها كثيفة وكثيرة. فقبل لا نبدأ بتفاصيل موضوعنا خلي نجي نقرأ هاي الملاحظة. الملاحظة تقول the rate of blood flow to tissue capillary vary widely. هاي الملاحظة استنتج من يمها انه اني البلد فلو يختلف من عضو الى عضو اخر، يختلف من عضو الى عضو اخر. فسويت فد ملخص بسيط يقسم لي الاورجانز الى قسمين. عندي vessel rich organs اعضاء تكون الاوعية الدموية بيها كثيفة، وعندي vessel poor organs اعضاء تكون الاوعية الدموية بيها قليلة. فالفيزل ريتش أورغانز أمثلة عليها هي البرين والليفر والكيدني، وبالتالي يكون الديستريبيوشن اوف دراج بهاي المناطق تكون هاي بالمقارنة مع الأديبوس تيشيو والسكين والفيسرا اللي هي الأعشاب. بهاي المناطق يكون الفوليوم، يكون الديستريبيوشن سوري اوف دراج بيها قليل. زين خلينا نجي ناخذ مثال عملي اللي هو البروبو فول. يقول البروبوفول عنده short duration of action، وهاي short duration of action معزوة الى سببين. السبب الاول انه هو اصلا البروبوفول يعتبر lipophilic drug فراح يعبر blood brain barrier، والسبب الثاني هو اصلا البرين يعتبر من vessel rich organs فراح يصير له high distribution بالبرين، وبالتالي راح يتوزع بسرعة ويعبر بسهولة وراح يكون هو short duration of action. زين هسه خلينا نذكر فد معلومة بسيطة يعني عملية ممكن تفيدنا احنا حياتنا العلمية. يقول البروبوفول يعتبر هو من اقوى انواع الانستيسيا، يعني الادوية التي تستعمل للتخدير المستعملة في غرفة العمليات، وينتج بكميات محددة، وتوجد عليه مراقبة عالمية. وعند استخدام هذا المخدر يجب تركيب أجهزة تنفس اصطناعية، ولا يستخدم إلا في غرفة العمليات التي تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعية. ليش؟ هو عادة البروبوفول يستخدم بشكل حقنة بالوريد، وخلال 10 ثواني يوقف عمل الدماغ، وخلال 30 ثانية يوقف عمل الرئتين، فلذلك لازم يكون المريض هو مركب على أجهزة تنفس اصطناعية. إذا فصار عند الملخص أنه البروبوفول هو أيضا راح يروح للأديبوس تيشيو، ولكن راح يكون تركيزه قليل بالمقارنة مع تركيزه اللي حيكون موجود بالسكن. فلذلك سويت ملخص بسيط هنا يقول الفيسل ريتش أورجان عندها هاي أبندس أوف كابيلاريز، وبالتالي يكون الديستريبيوشن بهاي المناطق عالي بالمقارنة مع الفيسل بور أورجان اللي ذكرناه أديبوس تيشو سكن فيسرا عندها لو أبندس أوف كابيلاريز، وبالتالي
هاي المناطق راح يكون الديستريبيوشن قليل بالمقارنة مع الفيسل ريتش اورجان. هسه نجي الى النقطة الثانية اللي هي الكابيلاري بيرميابيليتي. الدراج ديستريبيوشن مثل ما ذكرنا يعتمد على البلد فلو. عرفنا ايش نقصد بالبلد فلو واخذنا مثال على البروبوفور وعرفنا هو شنو هو البروبوفور. هسه نجي للنقطة الثانية اللي هي الكابيلاري بيرميابيليتي. الكابيلاري بيرميابيليتي بنية الأوعية الدموية الشعرية تختلف على نحو واسع. يعني ايش نقصد هذا الكلام؟ يعني الأوعية الدموية الشعرية اللي تكون هي بالكبد والطحال تختلف عن تركيبة الأوعية الدموية الشعرية الموجودة بالدماغ. بس قبل لا أبدأ أتطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع، يقول الكابيلاري بيرميابيليتي نفاذية الأوعية الدموية تعتمد على الكابيلاري ستراكشر. يعني تعتمد على الكابيلاري هو نفسه طبيعته تركيبته، وتعتمد ايضا على الكيميكال نيتشر اوف ذا دراج طبيعة المادة الكيميائية للدواء. الكبد والطحال الليبر والسبلين الغشاء القاعدي مالتهم يكون مكشوف، بيسمنت ممبرين يكون مكشوف. يعني شنو؟ يعني الأوعية الدموية الشعرية تكون كبيرة وغير متواصلة. نشوف احنا هاي الاندوثيريال سيلز، هذا اللي خارج الخط الرفيع يسمونه هو الممبرين، وهذا الخط السميك اسمه الوعاء دموي شعري كبير لكن هو غير متواصل، discontinuous. وبالتالي هاي الميزة تخلي البروتينات او البلازما بروتين او بروتينات البلازما الكبيرة انه تمر من خلاله. تمر من خلال شنو؟ من خلال فتحات اسميها slit junction. فهنا تعريف slit junction يقول it is a large fenestrations، هي عبارة عن نوافذ كبيرة in the endothelial cells that allow drugs to exchange freely between blood and interstitial. يعني يقول انه الدواء هيصير لإكستشينج بطريقة جدا سهلة بين البلاد والإنترستيشيال عن طريق هذه الفتحات اللي اسمها سليت جنكشن. هذه سليت جنكشن تكون موجودة بالليفر، موجودة بالليفر، بينما بالدماغ تكون ما موجودة. ولا in the brain the capillary structure is continuous and there are no slit junction. هسا خلينا نجي نفهم هذه العبارة. نشوف هنا الفرق بين الجنرال كابيلاري وبين الكابيلاري اللي هي الخاصة بالبرين. هنا مثل ما ذكرنا عندي سليت جنكشن، بينما هنا ما عندي سليت جنكشن. الجنكشن تكون تايت مغلقة ماكو فتحات، وبالتالي الاندوثيليال سيل هي تكون كونتينوس، بينما هنا تكون ديسكونتينوس يعني غير مستمرة. الكابيلاري تكون غير مستمر. هاي السيل تكون فورمينج كابيلاري وول، هاي الكابيلاري وول تكون هي غير مستمره، بينما بالكابيلاري اوف ذا برين تكون لا كونتينوس، وبالتالي ما راح يصير تبادل بين الدواء والانترستيشال فلويد بسهوله. وبالتالي من تدخل مولكيول او تدخل سبستانس للكابيلاري مال البرين مو بسهوله تطلع من عنده، تطلع عن طريق سبيشال ميثود، بينما هنا بالكابيلاري اللي هي الجنرال كابيلاري تطلع عن طريق السليت جنكشن وبسهوله. فهاي هنا عباره عن كلام بسيط اوضح لي الفرق بين الجنرال كابيلاري وبين البرين كابيلاري. هسه خلي نجي نفهم ماذا يقصد بالبلود برين بارير، وشنو فائدة هاي الكابيلاري اللي هي تختلف عن الجنرال كابيلاري. البلاد برين بارير هو هايلي سيلكتيف سيمي بيرميابل ميمبرين، اي انه يسمح بدخول مواد ولا يسمح بدخول مواد اخرى، ولكنه هايلي سيلكتيف، هو سيلكتيف فقط للمواد اللي عندها لايبوفيليسيتي واللي تكون هي انشارج واللي تكون هي سمول مولكيولز.
فنيجي خلينا نشوف هاي الصورة توضح لي آلية عمل البلد برين بارير. مولكيولز من الدوائر اللي تعبر هذا البلد برين بارير قال لها I am sorry but you are too highly charged, too large and not lipid soluble so you can't enter the brain. The blood brain barrier عنده several important functions. الأولى إنه هو يحمي الدماغ من الفورين سبستانس المواد الخارجية. وبنفس الوقت يحمي لي البرين from the hormones and the neurotransmitter اللي هي تتكون in the rest of the body. Will maintain a constant environment for the brain. يحافظ على ال environment يكون هو constant بالنسبة للبرين. أخذنا فكرة عن البلد برين بارير، وأهم معلومة تبقى ببالي من أنا لحد ما يصير عمري 100 سنة إنه البلد برين بارير هايلي سيلكتيف سيمي بيرميابل برين، يسمح بدخول مواد ولا يسمح بدخول مواد أخرى. هو يدخل فقط المواد اللي عندها هاي لايبوفيليك، بمعنى المواد اللي هي تعتبر نون بولر سبستانس. هسه نجي إلى موضوع جدا مهم وهو البايندينج اوف دراجز تو بلازما بروتين اند تيشي. البايندينج اوف دراج يقصد به ارتباط الدواء في البروتين الموجود بالبلازما وارتباط الدواء بالبروتين الموجود بالتشي. هذا اللي يهمني اكثر شيء واللي يدرس على نطاق واسع هو البايندينج تو بلازما بروتين، بايندينج اوف دراج تو بلازما بروتين. يعتبر الالبومين هو من أشهر أنواع البلازما بروتين، وهو يعمل كدرج ريزرفاير. عندما يقل تركيز الفري درج راح الباوند درج ينفصل عن البروتين أوف ذا بلازما حتى يحقق لي توازن. زين، هذا الكلام أكيد ما حد افتهمه. خلينا نيجي نشوف هاي الصورة. هاي الصورة توضح لي الـ binding of drug to plasma protein. هذا هو البروتين الموجود بالبلازما، وقلنا هو الألبومين يكون من أشهر أنواع البروتينات، وهاي المواقع اللي يجي ارتبط بها الدرج. فمتى ما ارتبط الدرج بهذا المكان أسميه bound drug. bound drug. وهذا bound drug ما يقوم بأي عملية، فقط أنه يعمل كخزين للدواء. هذا الالبومين اللي يرتبط عليه مولكيول اوف ذا دراج هو مجرد يكون كخزين للدواء. زين، ليش ما يصير له ديستريبيوشن، وليش ما يصير له ميتابوليزم، وليش ما يصير له اكسكريشن، وليش ما يروح على الريسبتور يرتبط وينطيني اكشن؟ نشوف هذا البلاد فيزلز، هذا هو الباوند دراج، وهذا هو الفري دراج. الفري دراج ممكن انه يطلع عن طريق البلاد فيسلز ويروح يصير له ديستريبيوشن ويصير له ميتابوليزم ويصير له اكسكريشن ويروح للريسبتر ويتحد ويا الريسبتر وينطيني اكشن، بينما هنا الباوند دراج يريد يخرج من البلاد فيسلز بس ما يقدر لانه هاي البورس تكون صغيره. فالفري دراج هو الوحيد اللي ينطيني اكشن، بينما الباوند دراج هو يتكون من البومين زائد دراج ينطيني باوند درانج اللي هو عند ما عنده لا ديستريبيوشن ولا ميتابوليزم ولا اكسكريشن. هنا انا عندي عمليه توازن، متى ما قل تركيز الفري دراج راح تنطرح، راح يطلع يصير ديسوسيشن اوف دراج المربوط بالالبومين حتى يحقق لي نوع من الاكوليبريم او بما يسمى بالتوازن. الفاكتورز افكتنج اون ذا بلازما بروتين، من اهم الفاكتورات اللي هي اللي يتاثر بها البلازما بروتين هن اثنين: The displacement of one drug by another drug will decrease in albumin or plasma protein. خلينا نجي على النقطة الثانية نوضحها وبعدين نرجع للأولى. مثل ما نعرف أنه المصنع الأساسي اللي هو يصنع لي البروتينات أو البلازما بروتين هو الكبد، فأي خلل بالكبد ممكن يقلل لي من كمية الألبومين الموجودة بالبلازما بروتين بالبلازما سوري، وبالتالي حيزيد لي من الفري دراج او الفري اكتيف دراج. واذا زادت كميه الفري اكتيف دراج اللي هي قلنا تدخل ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن حتزيد لي التوكسيسيتي.
بينما displacement of one drug by another drug يقصد به أنه عندي دوائين، فرضا أسبرين وارفرين، شخص يأخذ هو وارفرين وإجا فجأة الدكتور صرف له أسبرين وقام يأخذ أسبرين. الأسبرين عنده أفينيتي أعلى من الوارفرين على البلازما بروتين، فيجي يطلع الوارفرين ويقعد هو بمكانه، وبالتالي حتزداد كمية الوارفرين اللي هي تكون فري، ومن تزيد كمية الوارفرين الفري راح تزداد التوكسيسيتي اوف وارفرين. فهاي موضوع جدا مهم يفيدني في الدراج دراج انتراكشن، يعني التداخل الدوائي اللي يصير بين الأدوية. ومثال ثاني ايضا هو الفالبرويك اسيد، ايضا الى قابلية عالية الاتحاد مع البلازما بروتين، اذا اخذته ويا الفينيتوين فهو راح يزيح الفينيتوين عن المناطق الموجود به، وبالتالي حتزداد كمية الفينيتوين اللي هي تكون فري، وممكن تزيد لي التوكسيسيتي اوف فينيتوين. هسه نجي عن البايندينج تو تيشو بروتين. الملخص مالته انه اكو بعض الادوية الها القابلية على ان تتجمع داخل التيشو، ومن تتجمع داخل التيشيو راح يزيد تركيزها، ومن يزيد تركيزها داخل التيشيو حتسوي توكسيسيتي. مثال على ذلك هو الأكرولين اللي هو أكتيف ميتابولايت أوف سايكلوفاسموميد، هو أحد أدوية الأنتي كانسر مضادات السرطان، إلى قابلية أنه يصير لأكيوميليشن بالبلدر، وبالتالي حيسوي البلدر توكسيسيتي، أي بمعنى سمية المثانة. هنا الليبوفيليسيتي مرينا عليه هواية، وعرفنا انه الليبوفيليك دراج اقول عليه هذا نون بولر دراج، والنون بولر دراج الى قابلية سريعة انه يعبر الممبرين، بينما الهيدروفيليك دراج يعني هو بولر دراج فهو دونت ريدلي بينتريت السيل ممبرين، وبالتالي يعبر للخلية عن طريق السليت جنكشن. وعرفنا ماذا يقصد بالسليت جنكشن، وشفنا عليها صورة، وقدرنا نميز بين الجنرال كابيلاري اللي هي تحتوي على السليت جنكشن، وبين الكابيلاري اوف ذا برين اللي هي الجنكشن اللي تكون بيها تايت اور تايتلي جنكشن. هسه نجي الى الفوليوم اوف ديستريبيوشن. الفوليوم اوف ديستريبيوشن حجم توزيع الدواء داخل الجسم. ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن هو فد شيء نظري ثيوريتيكال وليس واقعي، يعني اكو بعض الادوية يصير الفوليوم اوف ديستريبيوشن مالتها فرضا يعني ممكن 300 لتر، هاي مو معناته انه هي متوزعة بالجسم بكمية 300 لتر، لا ممكن تنطيني هي فكرة انه هذا الدواء عنده هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن، هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن. وعادة الـ any factors that increase the volume of distribution، اي عامل ممكن يزيد الـ volume of distribution راح يزيد لي الـ half life، نصف العمر. وان شاء الله في الحلقة القادمة راح نجي نعرف ماذا يقصد بالـ half life، وبالتالي حيتزيد لي ايضا الـ duration of action. هاي صورة باللغة العربية مترجمة توضح لي تقسيمات الـ body fluid. احنا قسمنا الـ body fluid الى intracellular و extracellular. هو حجم الفلويد يكون يتكون بلازما والانترستيشير والانتراسيلولر، ومقداره 42 لتر، اي يشكل لي تقريبا 60% من حجم من وزن الجسم. الانتراسيلولر 28 لتر يشكل لي 40%، والاكستراسيل 14 لتر يشكل لي 20%، وهذا الحجم الخارج الخليه اللي يتكون من الانترستيشير فلويد والبلازما فلويد اللي قلنا هو intravascular fluid. لهنا احنا خلصنا الدراج ديستريبيوشن، افتهمنا الشغلات اللي يعتمد عليها الدراج ديستريبيوشن، قلنا هي الفلو البلد فلو، وعرفنا ماذا نقصد بالبلد فلو، واخذنا البروبوفول هو كمثال على كلامنا بخصوص البلد فلو، وحكينا عن الكابيلاري بيرميابيليتي، وتكلمنا ايضا عن البايندينج اوف بلازما بروتين وبايندينج تو تيشو بروتين، والليبوفيليسيتي والفوليوم اوف ديستريبيوشن. صارت المواضيع لحد الان اللي تكلمنا عليها واضحه وكافيه وواضحه، الماده العلميه كافيه جدا. هسه حنجي نتكلم عن الميتابوليزم والاكسكريشن اللي عوضنا عنهم في الحلقه الاولى بكلمه اليمينيشن. السؤال اللي يطرح نفسه يقول اني اصلا ليش عندي ميتابوليزم؟ الدواء اخذه ويصير له ابزوربشن وبعدين يصير له اكسكريشن، شكو هاي الميتابوليزم هاي المنحاطه ليش موجود؟
أنا الدول بعد ما يصير له امتصاص، لأن هو أصلا لايبوفيليك، فاللايبوفيليك راح يصير له هايلي ابزوربشن، من أجي أقارنه ويا الهيدروفيليك. وبعد ما تم امتصاصه واستفاديت من يمه وانطاني الأكشن، بعد شو أسوي بيه؟ لازم يطلع خارج الجسم. شلون يطلع خارج الجسم وهو أصلا لايبوفيليك والكدني ما عندها قابلية انه تطلع لي اللايبوفيليك دراج؟ زين، السؤال انه هذا شلون يطلع؟ يعني هو لايبوفيليك والكدني، الكدية هي اصلا ما عندها القابلية انه تطلع لي اللايبوفيليك دراج، شلون حيطلع؟ بما انه الكدني cannot eliminate lipophilic drug. So lipid soluble agent، lipid soluble agent اللي هي اللايبوفيليك دراج، اللي هي النون بولر دراج، راح يصير لها استقلاب وتتحول الى بولر دراج، وبالتالي حتطلع عن طريق الكلية. فلذلك انا اقول الميتابوليزم اعوض عنه بكلمة بايو ترانسفورميشن. من اقول بايو ترانسفورميشن هو نفس الميتابوليزم. البايو ترانسفورميشن عملية تغير شكل الدواء وراح تتغير وظيفته، عملية تغير شكل الدواء وراح تتغير وظيفته. وهذا التغير اللي يتم بواسطة تفاعلات كيميائية تصير في الليفر أسميها، هاي العملية كلها أسميها ميتابوليزم. لهنا عرفنا أنا ليش عندي ميتابوليزم وشنو هي أهمية الميتابوليزم. هسه نجي نشوف نوضح الإكسكريشن. يقول the kidney is the main organ of excretion of the body waste. الكدني هي العضو الأساسي المسؤول على طرح مخلفات الجسم. هذا سكيم يوضح لي الوحدة الوظيفية في الكلية هي النفرون، وهذا هو النفرون اللي يتكون من محفظة بوبان وإلى آخره. السايت أوف فلتريشن، هذا هو السايت أوف فلتريشن. هنا تصير عملية الفلتريشن، بعدين يجي هنا تصير عملية السكريشن أند ري أبزوربشن، إعادة امتصاص بعض المواد، وهنا تصير عملية تكوين اليورين بروسيسنج بالكولكتنج داكت وتروح لليورين. هاي بعض الملاحظات اللي تلخص لي الاكسكريشن. يقول الكيدني از ذا مين اورجان فور دراج اكسكريشن اند ترانسفير اوف دراج فروم بلازما تو ذا يورين اند ذين اليمينيشن. يقول الرينال اكسكريشن اوف دراج اند ميتابولايت، عمليه طرح الدواء هو والميتابولايت مالته تعتمد على كفاءة الكلية والفيسيو كيميكال بروبرتيز اوف ذا كومباوند، الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمركب، وتعتمد على البلازما بروتين بايندينج، وتعتمد ايضا على اليورين بي اتش، حامضية اليورين. والجلوميرولار فلتريشن هي تعتبر ذا فيرست ستيب ان يورين اكسكريشن. هاي الجلوميرولار فلتريشن، هاي الجلوميرولاس هي اللي تقوم بعملية الفلتريشن، اكيد هي تعتبر ذا first process of excretion. Well, drugs and drug metabolites are also excreted by the liver in bile and feces. ممكن الدواء ايضا ينطرح عن طريق القناة الصفراء وعن طريق الفيسز. هناك وسائل اخرى ينطرح بها الدواء، عن طريق العرق او التعرق او عن طريق التنفس او عن طريق السلايف اللي هي اللعاب او عن طريق البريست ميلك. هاي معلومة جدا يعني صارت بسيطة علينا، انه قلنا one function of metabolic reaction it's chemically eliminate toxin foreign molecules. Foreign molecules معناته هي ممكن انا اقول عليها xenobiotic. Xenobiotic هي كلمة مرادفة للforeign molecules، ومعناته المواد اللي هي تجيني من خارج الجسم. And other unwanted molecules from the body. فإذا صارت هي أهمية الميتابوليزم هو يسوي بايو ترانسفورميشن اوف دراج، ويحول الدواء من النون بولر الى البولر والى مور بولر تو فاسيليتيت ذا اكسكريشن. تتم عملية الميتابوليزم، تتم عملية الميتابوليزم تو فيسز، فيس 1 فيس 2. الفيس 1 اسمه نون سينثيتك رياكشن، non-synthetic reaction، واللي يضمن تفاعلات الأكسدة وتفاعلات الاختزال وتفاعلات الهيدروليسيس.
بالإضافة إلى الفورميشن أو موديفيكيشن أو ذا فانكشنينج جروب. يعني الفيس 1، الفيس 1 هو مجرد أنه يروح يغير لي الفانكشن جروب المسؤولة عن اللايبوفيليك كاركتر. أما الفيس 2 فهو سينثيتيك رياكشن such as conjugation. قبل ما نبدأ نتطرق إلى الصورة هاي نجي نشرحها، خلينا نجي نشوف فيديو بسيط يوضح لنا الميتابوليزم. السيتوكروم بي 415 هو found in the liver in different types to metabolize different drugs. وقلنا احنا الفيس 1 هو تكون الاوكسيديشن، الفيس 1 يتكون منين؟ من الاوكسيديشن، ويتكون ايضا من الهيدروليسيس، يتكون من الهيدروكسيليشن. هاي المولكيولز اوف درجز مرتبطة بها هيدروجين جروب، راح تجي تدخل للكبد والسيتوكروم بي 415 راح يسوي له ميتابوليزم. اول عملية اللي هي الفيس 1 حيسوي له هيدروكسيليشن، اي بمعنى اضافة OH جروب. الـ OH جروب اسمها هيدروكسيل جروب، فراح اسوي هيدروكسيليشن عن طريق الـ CYP. بعد ما صارت الهيدروكسيليشن راح يصير وراح يتكون عندي drug. وبعد عملية الهيدروكسيليشن اللي هي بعد ما خلصت الفيس 1 رياكشن حيدخل للفيس 2 رياكشن. وبعد ما يدخل للفيس 2 رياكشن عن طريق انزيم معين هسه حنجي نشوفه اللي هو اليو دي بي، هذا الانزيم حيسوي لي اضافة مجموعة الجلوكورونيك اسيد، وبالتالي مثل ما ذكرنا صار عندي conjugation اي اضافة او اقتران الجلوكورونيك اسيد، فهذه العملية اسميه glucuronidation، وبالتالي تحول الى more polar drug، وبالتالي حيطلع لل اليورين عن طريق الكدني بسهولة جدا. بعد ما تحول الى المور لايبوفيليك الى مور هيدروفيليك. حنجي ناخذ مثال هو الاسبرين، او الاسم الكيميائي اللي هو الاسيتيل ساليسيليك اسيد. هذا هو التركيب الكيميائي للأسبرين، فحيصير لعملية الهيدروليسيس عن طريق السيتوكروم بي 450، وحينطيني ساليسيليك أسيد، وهذا الساليسيليك أسيد راح يصير لكونجوجيشن أيضا جلوكورونيك أسيد، فراح يصير لجلوكورونيديشن، والجلوكورونيديشن راح يتحول الى مور بولر ايجنت، وبالتالي حيطلع عن طريق الكدني واليورين راح يطلع لي خارج البودي خارج الجسم. هاي كلها عملية الاكسكريشن اختصرناها بهذا الفيديو. موضوع الميتابوليزم ان شاء الله راح تاخذونه في الحلقه راح تاخذونه ان شاء الله في المرحله الثالثه في الكورس الثاني، اعتقد تصور الكورس الثاني بموضوع خاص في الكيمياء الصيدلانيه العضويه بموضوع اسمه الميتابوليزم، وحتدرسون هاي التفاصيل اللي هي موجوده بالمحاضره. نعم يذكر لي مثال عندي ثلاث ادويه. الدواء الاول هو هيدروفيليك، وبالتالي هو راح يعبر الفيس 1 والفيس 2 اللي هو هيدروفيليك، بعد ما يحتاج يصير له اصلا ميتابوليزم. الدواء الثاني عنده لايبوفيليسيتي ولكن قليله، فهو بالفيس 1 يتحول الى مور بولر وخلاص، بعد ما يحتاج يتحول الى بولر اكثر بالفيس 2 وطلع عن طريق الاكسكريشن. الدرج الثالث هو مور لايبوفيليك، فاحتاج الى ان يمر بالفيس 1 والفيس 2 حتى يصير بولر دراج، وبالتالي ينطرح عن طريق الاكسكريشن عن طريق الكدني الى خارج تحول عند الدراج اللي هو ثلاثه من اللايبوفيليك الى الهيدروفيليك
بعملية تسمى بالميتابوليزم. الميتابوليك انزيم، هاي قلنا انه الميتابوليك انزيم او الميكروسومال انزيمز هي الـ CYP415، هي هاي الانزيمات الموجودة بالكبد different types، انواع مختلفة مسؤولة على استقلاب different types of drugs، وهاي هي انواعها. طبعا كل نوع هو مسؤول على ميتابوليزم نوع خاص من الادوية. يقول بعض الأدوية أو السبستانسز الموجودة هي بالفود والهيربال ريميديز اللي هي أدوية الأدوية العشبية، ممكن إن هي تأثر لي على الإنزيمات أو تأثر لي أو تغير لي the change and rate of metabolism of drugs. في الحقيقة أكو بعض الأدوية ممكن هي تزيد لي من فعالية هذه الميتابوليك إنزيم، وممكن تقلل لي من كفاءته. هاي نجي نتطرقها إن شاء الله بآخر سلايد من هذه المحاضرة. يقول هنا الموضوع ومعلومة جدا مهمة، بمرور العمر الـ capacity of the CYP415 هذا الانزيم الميتابوليزم تكريز بحوالي 30%. وبالتالي يقول انت من تجي تتعامل مع الالدرلي بيشنت اللي هم الاشخاص الكبيرين بالعمر، مو نفس ما تتعامل ويا الاطفال او الشباب، لا تختلف هنا الجرع وتختلف هواي تفاصيل، لان كفاءة الكبد على استقلاب الأدوية تقل، كفاءة الكبد على استقلاب الأدوية تقل. هاي هنا صورة توضح لي إنه هذا ليبوفيليك دراج بعد من إجى مباشرة هنا يدخل للجلوميريولاي، راح يصير له ما راح يصير له فلتريشن، هو راح يصير له إعادة امتصاص ويرجع للبلد بس، يعني ما راح يطلع خارج الجسم، وبالتالي هو لازم يمر بالكبد حتى يصير له ميتابوليزم، ويصير له بعدين يتحول الى هيدروفيليك ميتابولايت بالجلوميريولاي اللي هي قلنا الفيرست بروسيس ان ذا رينال اكسكريشن، حيطلع ويطلع الى خارج الجسم. الفاكتورات اللي هي يتاثر بها الميتابوليزم الايج، ذكرنا انه الالدرلي بيشنت تتعامل وياه كسبيشال بوبيوليشن، 6 differences والجينيتيك فاكتور والستيت اوف هيلث والانهبيشن اوف مايكروسومال انزيمز. قلنا انه اكو بعض الادويه تثبط لي من عمل الميتابوليك انزيمز، وبالتالي حتزيد من تركيز الدواء، ممكن تزيد لي ايضا من التوكسيسيتي والاندكشن اوف مايكروسومال انزيمز. هاي ان شاء الله حنتطرق لها، كل دواء ان شاء الله حنعرف هل هو يسوي انهبيشن لو يسوي اندكشن لهذه الانزيمات، حنتطرق لها ان شاء الله من نجي نتكلم عن الادويه. احنا انا خلصت المحاضرة الثالثة، اتمنى اكون قد وفقت في شرح المواضيع هذه المحاضرة، واتمنى لكم ان شاء الله الاستفادة منها.